السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديكورنا النهاردة ديكور جديد، ديكور سهل، ديكور بسيط، هيتعمل عن طريق ترخيم بصبغة الأخشاب، وإحنا هنشرح الصبغة دي يعني عبارة عن إيه واستخداماتها في إيه، وهيكون معانا برضو كحول. طبعا بعد الترخيم هيتعمل فوق منها دواير ديكورية حلوة ظريفة خفيفة. تعالوا بقى ندخل مع بعض نشوف الديكور اتعمل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صبغة الأخشاب اللي موجودة لونها بني، بنجيبها وبنضيف عليها كحول أحمر، أو إحنا بنسميه سبيرتو، يعني هو له اسمه كحول أحمر أو ممكن تقول سبيرتو. وبنبدأ إننا نفرد الجنب كله، طبعا بنخف الصبغة بالكحول. كل ما بتخف أكتر كل ما اللون بيفتح معاك، لو تقلت في الصبغة اللون بيغمق معاك. بنجيب برضو صبغة لونها أصفر، وبنبدأ إننا طبعا كده ده السبيرتو، يعني هفضينا الصبغة وبعد كده إيه السبيرتو، وهنبدأ إننا كده نفرد الجنب كله بقطنة. طبعا إيه ده كله يا جماعة لسه هنعمل عليه بقى إيه ترخيم بالعروق. والأرضية اللي موجودة معانا أرضية لكيه نصف لامع، بنبدأ بقى كده ايه نفرد الجنب كله. وبعد كده بنبدأ ان احنا نوزع عروق بالاصفر اللي احنا فردناه كده. ايه بنجيب السبيرتو وبالقطنة كده تانية خالص غير اللي احنا فردناها، وبنبدأ نبل القطنة سبيرتو ونبدأ ان احنا نجمع عروق كده. احنا بنعمل عروق بالسبيرتو. كان من المفترض ان الجنب ده نعمله بترخيم بالجليز، ولكن طبعا احنا كنا عايزين نشطبه في نفس اليوم، والجليز بياخد وقت على ما بينشف، يعني هو محتاج 24 ساعه اقل حاجه على ما بينشف حلو في الحيطه ونبدا نكمل عليه الشغل بتاعنا او الديكور اللي احنا هنعمله. فاحنا جبنا صبغه الاخشاب بحيث ان شاء الله يدينا نفس النتيجه وفي نفس الوقت ينشف معانا ويتشطب في نفس اليوم زي ما حضرتك كده ايه شايف في الفيديو. بعد كده بنجيب اللون تاني البني اللي احنا فردناه الجنب كله في اول الفيديو، ونبدأ اننا بنطبع الجنب كله كده ايه في الجنب كله كده ايه على الاصفر طبعا في اماكن متفرقة، وهنبدأ نوزع عروق تاني بحيث ان هو يبقى فيه تداخل ما بين الاصفر وما بين البني زي ما احنا كده ايه شغالين كده. ايه بنجيب السبيرتو ونبل القطنة ونبدأ اننا ايه ناخد العروق ونوزعها. طبعا يعني ممكن بقى حضرتك تسأل، طب هل الصبغة دي استخداماتها في ايه، ولا بتيجي ازاي، ولا عن طريق ايه؟ ده اللي بنلون بيه السيلر او شغل الاسطر، او بنلون بيه الورنيش الدوكو، وطبعا ممكن برضو في بعض الاماكن بنلون بيه السرفيسر او البوش، طبعا كل مكان وله مسمياته، ورق مقوى او قطعه كرتون، ونبدا نرسم دواير كبيره ودواير صغيره ودواير وسط باي حاجه بقى ايه موجوده عندك تبدا ترسم بها دواير. وهنجيب الدواير الكبيره الاول ونبدا اننا نعمل ايه تظليل على الدايره كده بالكامل باسود دوكو. طبعا بيجي لي اسئله كتير، يعني انت ازاي الاسود وانت شغال ما بيفوش منك، يعني في شغل البيبان اللي احنا عملناها وفي شغل الديكورات ازاي ما بيفوش منك على الدوكو. يا جماعه الشغل على النصف لامع لما بيكون تغبير خفيف ما في ان شاء الله ما فيش تفويش، لو اشتغلت غمر او زودت الدهان على الشغل اللي موجود يعني رشيت رش بقى مظبوط اكيد هيفوش منك وهيخلع، انما لما بيكون خفيف زي ما انا شغال كده دلوقتي مفيش تفويش. واللاكيه المطفي عموما ما بيفوش، فاحنا لو حطينا عليه بحيث انه يبقى نصف لامع ان شاء الله كده المعادله هتكون مظبوطه، بحيث ان ينفع ان انت ترخم عليها وفي نفس الوقت لما تيجي ترش بعد كده الدوكو ما يفوش منك. بعد ما بنرسم دواير كبيره نرسم دواير وسط وبعد كده دواير صغيره زي ما حضرتك شايف كده ايه في الجنب كله في اماكن متفرقه، بتبدا بقى توزع على حسب ما ايه ما حضرتك عايز توزع بقى براحتك زي ما انا شغال كده. وبعد كده بنجيب ابيض ونبدا اننا ناخد ظل كده ايه من تحت
بحيث انه يدينا عمق على خفيف زي ما انا ايه زي ما انا شغال كده حاليا. طبعا يعني هي الفكره سهله بامر الله وبسيطه ان شاء الله، فباذن الله سهل تنفيذها يعني باذن الله يعني. بعد ما بناخد الدوائر كلها كده ايه ابيض من تحت طبعا داخلي، بنبدا اننا نحط ايه الدوائر الوسط، ونبدا اننا نعمل دايره فوق كده ايه بطريقه شبه منتظمه، طبعا مش عايز اقول عشوائيه قوي يعني، بتحاول بقى على قد ما تقدر ايه تفرد الجنب كله بلون ابيض دوكو. وزي ما احنا قلنا الدوكو على النصف لامع لما بيكون خفيف ان شاء الله مش هيفوش منك. طبعا احنا ما بنرميش ما بنكسيش قوي على الشغل. ونبدا اننا نفرد الجنب كله كده برضو في اماكن باماكن متفرقه. طبعا الدوكو على اللاكيه، لاكيه لامع طبعا ده بيفوش منك يعني. لو حبيت ترش دوكو انا برشح ان انت ترش بقى ايه على نصف لامع او مطفي تمام، ولو على مطفي مش هيفوش ان شاء الله خالص، نصف لامع ترش خفيف، لامع يعني ده احتمال يفوش منك لان كده كده هيخلع منك بامر لو هيبان، فده ايه بحيث نكون واضحين في المعلومه يعني. بعد كده بنبدا بقى نرسم بقى دوائر صغيره، ونبدا نعمل ظل خفيف للدوائر البيضة اللي احنا عملناها كده في الاخر بحيث انه يدينا بعد. ده كده اسود، ونبدا نعمل ظل خفيف تحت الدوائر اللي احنا عملناها بالابيض. وطبعا يعني لو حضرتك عايز تعمل الشغل ده كله ايه بسبراي ممكن تعمله بسبراي، بس خلي بالك ان السبراي بيفرش منك يعني، لازم تغطي الاماكن البيضاء الاماكن التانية بحيث ان ايه يعني برضو ما يكونش في غبرة كتير يعني، برضو يبقى في حرص وحضرتك شغال. طبعا الحمد لله الشغل في الاخر بيطلع جميل بيطلع حلو، وحاول على قد ما تقدر ما تبوظوش باي حاجة بقى ايه بسيطة. وكده الجنب كله خلص. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل اعجاب لو اول مرة تشوف فيديوهاتنا، ونتقابل بإذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.